كان اجتماعا على مستوى المندوبين داخل مقر جامعة الدول العربية قبل قليل من الآن، وانتهى وغادر رئيس الوزراء الياباني إلى وجهته الثانية للقاء الرئيس المصري في لقاء قمة من المرتقب أن تنعقد خلال الساعات القليلة المقبلة. هذه القمة الثنائية بين الرئيس المصري ونظيره الياباني ستتمحور حول العديد من الملفات، من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة أيضا إلى العمل سويا خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد سيتم التطرق إلى ملف السودان بصفته واحد من الملفات الشائكة في المنطقة العربية في هذه الآونة. أيضا الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الياباني قبل قليل أمام المندوبين العرب في جامعة الدول العربية، ومن قبلها لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، كانت تتمحور حول العديد من النقاط الرئيسية، منها التباحث في العديد من الملفات المتعلقة بالمنطقة العربية وتوطيد العلاقات مع الجانب العربي مستقبلا، بالإضافة أيضا إلى الحديث حول القضية الفلسطينية بصفتها هي القضية الأم. كانت هناك كلمة لأحد الممثلين عن المندوبين لجامعة الدول العربية، وتحدث في كلمته والآخر حول رغبة الدول العربية في أن يكون هناك توطيد للعلاقات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع اليابان بصفتها واحدة من الدول المتقدمة في الملف الاقتصادي. أيضا كلمة رئيس الوزراء الياباني كانت تدور حول الوضع في السودان وكيف يمكن أن يكون هناك عمل خلال الفترة المقبلة. زيارة رئيس الوزراء الياباني هي في مستهل أو جولة لرئيس الوزراء الياباني، كانت القاهرة في مستهل تلك الزيارة بثلاثة أيام، سيكون هناك فيها العديد من اللقاءات على المستوى الاقتصادي والسياسي، منها لقاء الرئيس المصري خلال الساعات المقبلة، بالإضافة أيضا إلى أنه سيزور عدد من الدول الإفريقية من بينها غانا، وقبل ذلك سيتوجه في أعقاب زيارته إلى سنغافورة، ومن ثم يعود مرة أخرى يوم الجمعة الماضي إلى اليابان. إذن هي أول زيارة لرئيس الوزراء الياباني ذاك إلى الدول الإفريقية بصفتها واحدة من دول الجنوب، ويعمل أو ترغب اليابان في أن يكون هناك دعم لدول الجنوب خلال الفترة المقبلة، وأن يكون هناك شراكة بين اليابان والدول الإفريقية مستقبلا في العديد من الملفات على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي.